نيجي بقى يا جماعه لتجميع بقى كده هو مهم قوي ريليت للبونز. البونز بتاعتنا يا جماعه التاتش فيها كام ترينيا نيرف؟ 5 6 7 8 كرينيا نيرف. دول بيتقال عليهم الميدل فور كرينيا نيرف. الميدل فور كرينيا نيرف يلا بقى عايزين نعرف النيوكلي اوف ذا ميدل فور كرينيا نيرف. وده اللي انا بقول لكم فيه الامتحان بتاعكم. لان احنا قاعدين بناخد كل فد عشان نفهم الحته دي. نبتدي واحد واحد. الكرينيا نيرف نمره 5. الترايجيمينال الفيفث كرينيال نيرف ده ليه سمول موتور رود طالع من الموتور جانجليون اوف ترايجيمينال اللي موجوده في الابر بارت اوف بونز. طب الترايجيمينال ليه يا سمح الله اي حاجه ثانيه؟ طبعا ده طالع لارج سينس رود. اللارج سينس رود دون له علاقه بالثري سينس روجانج. واحده فوق في الميد برين. واحده اساسيه في البونز. وواحده تحتينا في الميدل. طبعا اكيد كلنا فاكرين الاساسيه اللي في البونز اللي اسمها مين سينسور نيوكليوس اوف ترايجيم. وطبعا زي ما انتم عارفين دي بتاعت ال بروبروسيبشن والتاتش. طب مين بقى اللي تحتيك؟ بتاعت البين والتمبريتشر اللي في المظله اللي اسمها سباينال نيوكليوس اوف ترايجيمينال. مين بقى اللي فوقيك الاكسبشنال اللي موجوده في الميد برين وتمثل الفيرست اوردر نيورون اوف بروبروسيبشن؟ الميزنكيفاليك نيوكليوس. فدي النيوكلياي بتاعت ال فيفث كرينيال نيرف. نيجي بعديها للسكس كرينيال نيرف. السكس كرينيال نيرف ده غلبان الابديوسيت. ده بيغذي اللاترال ليكتس. وله موتور نيوكليس. الموتور نيوكليس دي اكشوالي عباره عن سوماتيك موتور نيوكليس. سوماتيك موتور نيوكليس مطلعه فايبرز اللاترال ريكتس. بعد كده هو في عندنا السيفنس كرينيال نيرف اللي اسمه فيش. ده ليه مين موتور بارت طالع اكيد من الموتور نيوكليوس اوف فاشيا. فاشيا اللي بتغذي المسلز اوف ذا فيس اند سكال. اسمها ايه النيوكليوس دي والفانكشن بتاعها ايه؟ موتور فاشيال نيوكليوس. الفانكشن بتاعها ايه؟ مسلز اوف ذا فيس. اللي جايه منين؟ اسمها ايه الفايبرز بقى؟ عايز حد يقولها لي. طبعا سبيشال عشان في الهيد. وبعدين فيسرال لانها بتغذي المسلز بتاعت الفرنجال ارش. طبعا ده الفرنجال ارش نمره 2. فدي يا جماعه الموتور نيوكليوس اوف فيشال دي عباره عن سبيشال فيسرال موتور فايبرز. كنا خدنا واحنا بناخد البونز مع الفيشال نيرف داخل جنبيها سوا سوا السنسوري بارت والباراسمباثيك بارت اوف فيشال اللي هو النيرف اللي اسمه نيرفس انترميدياس. النيرفس انترميدياس ده بقى سنسوري شايل ايه سنسيشن ده؟ طبعا ده اللي شايل التيست سنسيشن فروم ذا انتيرو تو ثيرد اوف ستايل. ماشي. طبعا التيست سنسيشن دي يبقى فايبرز اسمها ايه؟ جنرال ولا سبيشال؟ ما دام في الهيد يبقى سبيشال. وسبيشال سوماتيك ولا سبيشال فيسرال؟ اتفقنا الطنج يا جماعه ده جاي من الفيسرال ارشز الديفلوبمنت بتاعه. فعشان كده التيست فايبرز بالذات دي سبيشال فيسرال افرنت فايبرز. ده سنسوري. طب الباراسمباثيك بقى نيوكليس اسمها ايه؟ السوبيرور ساليفري نيوكليس.
السيبوري سيريو نيوكاس دي السيج بتاعتها كانت بري جانجليونيك باراسمباثيك. هتعمل سينابس فين دي؟ دي اللي طالعه في الفيشل وتمشي مع التيست فايبرز يعني في الكوردا تمبراي اللي بينط جوه اللينج والنيرف، واللينج والنيرف ده رايح على انهي جانجل؟ الصف مانديبولار جانجل عشان يطلع لك البوست جانجليونيك فايبرز اللي هي سكريتوري وسكريتومور تو صف مانديبولار اند صف لينجوال سليفري جلاند. يبقى في ثلاثه نيوكلياي للفيشيا، موتور فيشيال نيوكليس وسوبيرو سليفري نيوكليس باراسمباثيك و التيست سنسيشن رايح طبعا للنيوكليس سوليتيريس. فاضل لنا بقى الفيستيبيولو كوكلا، ده جزئين فيستيبيولو. الفيستيبيولو ده سمعتوا عن اي نيوكلياي ليه؟ فور فيستيبيولار نيوكلياي اللي موجودين فين؟ اتفقنا 2.5 منهم في البونتاين فيستيبيولار اريا، و1.5 موجود في الميدالاري فيستيبيولار اريا. طب الكوكليار سمعت عنهم؟ لسه واخدينهم من دقيقتين، الفنترال والدورسال دورسال فنترال كوكيلور نيوكلياي اللي هم كانوا موجودين على الدورسال والفنترال اسبكت اوف انفيرو سيريبيلر بيدنكل، ويبقى دي النيوكلياي اوف ذا ميدل فور كرينيال نيرف.